عسلامة مدام. عسلامة. لباس؟ لباس. مرحبا بك حبينا. اخترت اليوم باش تحكي معنا في موضوع كيفاش نجموا نحقوا التفاهم والتكامل بين المرأة والراجل في الحياة الزوجية. يلزمهم زوز يتفاهموا كما عشنا احنا، كان يرجعوا شوي كيفاش احنا عشنا، هون نعيشوا احنا مع رجالنا 40 و50 سنة إلا ما توفى الحياة بيناتنا. كان ما كانتش الدنيا وردية، راهي ما كانتش الدنيا وردية نعيشوا بالورود، مرة اللوطة مرة الفوقة، من ما كانت تدبر شؤونها بنتي. كانت المرأة ما تحسبش مع الراجل، والراجل كان ما يحسبش مع المرأة، وكان الراجل هو اللي شاد الفولان. والمرأة زاد دورها كبير، للراجل شاد الفولان، والمرأة ما تضيعلوش ليكيليبر نتاع الفولان. يلزم كل راجل يتفاهم وياها، يقعدوا يتفاهموا على حكاية على حاجة. ميم راهو فما عليه احنا، هاني قلت لك ماهيش كانت عيشة وردية، راه كانت عندنا شوية سوء تفاهم وكل، اما اون ديباس لي بتي بروبليم، مش على الاقل حاجة ناقفوا، على الاقل حاجة ناقفوا، واحنا جايبين الصغار ما نهملوهم، احنا صغار على الاقل حاجة. صار ريف ما عندوش، انا في الدار نحاول نقد روحي وننظم روحي ونعمل، ويجي نقول لك انا خدمت معاه نخدم، انا كنتش نحسب مع راجل، فماش انا شريته هو شري، ليه هذاك اللي يخليك متكامل. تو وليت نحس فيها بزنس، صدقني والله نحس في عيشتكم بزنس بنتي، مصالح وبزنس، وما نعرفش شكون تخبي وتعمل عليه. انت كي خذيته مدير عايش بنتي، انت ماك تعرف واش خذيته، وانت تعرف اش عنده، انت خذيته استاذ ولا خذيته عامل يوم بنتي، ما كنت قدمت عليه بعد ولي عندك شروط انت، خاطر هو خذيته كيكة امشي معاها، خاطر انت ما دامك انت قبلت الوضع، حتى عليك الصغيرات باش نتربي جيل صالح وجيل مجيل متكامل وجيل سور لا بونوفوا. وبنتي ما كانتش العيشه بنتي، راهي ديما ورديه راه كنا، حتى احنا راه عندنا حاجات تضيعنا راه شوي، اما نحاولوا بقدر المستطاع حسب تفكيرنا حسب وضعنا وحسب كل شيء، كنا نتجاوزوا كل ما هو صعيب في حياتنا. صدقني تجيك ظروف صعيبه، تعتمد على الله وتعتمد على مخك اللي هو باش يمشيك في ثنيه صحيحه، قدره ربي توصل بقدره ربي. ويجي نقول لك عايش بنتي، احنا تربينا على عبد العزيز العروي، شوف عبد العزيز العروي كان يجيب لك حكايه، كان يعمل لك منها حكمه باش تعيش مع راجلك، باش كيفاش تسير الدار، كيفاش صغارك تربيهم، كانت حست المراه. تو فاش يوريهم عايش بنتي، جاه ربي شنو الميساج اللي قاعدين يعديو فيه. جيت انت جيت تحتج انت على الوشام، الفروق شوف نطف الشباب الكل موش، يا رسول الله بنات ولاد موش، ما نورمال تو هذا نورمال، ماهوش حلو وزين، هي الوشام حرام، هو مضر، هو اولا حرام، وش هالمنظر هالمنظر ماهوش حلو، ماهوش حلو. قلت البارح نشوف طفل جريده متعدي جريد عليه، خاطر عدوهولهم عايش بنتي، عدوهولهم ودخلوهم في حيط ويجيبولهم في كل الموبقات. انقل اسرق، هما يسرقوا الشخصيات مشيخين امورهم، والشباب برادوخ. لكن شنو هو دور الولي لهنا يا مدام؟ دور الولي بنتي، انا والله العظيم نعرف اولياء كصغارهم هكا ضاعت شوي، يقول لك انا نربي والشارع يهلك، الشارع يهلك، هاك تشوف الشارع يهلك بنتي. احنا مراو شوف، احنا مثلا كي كنا تقول انت الماضي مثلا نرجعوا له ولا حاجه، نعودوا للماضي، احنا نحن لن نعود الى الماضي لجماله بل لبشاعه الحاضر. الزمن الحاضر هذا احنا تولينا نرجعوا للماضي من كثر البشاعه تشوف في زماننا احنا هذا الحاضر. تولي انت كي تراجع نفسك تقول ايش شتينا بين الثرى والثرى يا بنيتي، بعاد علينا، مش تقول ولا ساعات تقول لك لا انتم ما تحكيو، كان فما ما كانش هكا عايش بنتي، شنو كان مش للدرجه هذه، لا 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 لا، واللي تعمل تبدا ظاهره، واللي يعمل يبدا ظاهر. تو وليت اون بوبليك، يعملوا في الفساد الكل اون بوبليك عايش بنتي، راني ربي يهديهم وربي يصلح حال وربي جريها على الصلح، ويا ربي تستر بنياتنا وليداتنا الكل اجمعين، والله يا ربي يصلح الحال. اما يا اختي شويه كبس عايش بنتي، شويه كبس. وهي علاش هي تاخذ، انا مثلا خديت راجل
مش نقول له انت غدوه تخلص هنا وانا غدوه اخلص، انت خلص وانا نخلص وانت تخلص وانا نخلص، ما علاش ناخذ انا في راجلي فيها عم نعمل فيها عايب. هذاك هاوي يلزم عايش بنتي يتكافوا ويتلموا باش صغارهم تجي على سور لا بونوفا. هذا انا الطالبه من البنات ومن الشباب. هذا المدرسه الاولى هي العائله. جاه ربي جاه ربي باش نقول لك حكايه. امراه ما تفهمتش هي وراجلها، براها بربي ركز على هذي. ان كوبل ما تفهموش باه. يا سيدي على الاقل شيء مشات به للمحكمه. شوف هي ما صبرتش على رجلها، شوف قديش باش تصبر هي في المحكمه. شوف باش تجري على المحامي، باش تجري على الجلسات وقتاش، باش تجري على الدات نتاع النفقه، باش تجري المحامي يقول لها اش ما تتكلمش في المحكمه، بورتابل ما عادش تتكلموا، تولي كروبو. كان قالوا لها تكلم تكلم، كان قالوا لها ما تكلمش ما تكلم. شوف هي قديش صبرت وقديش عملت وتولي عاد وقتها محليها وما شبه. عليه انت الصبر والجري ذي الكل واللي عملته في المحاكم وتجري وباش تحطم عيله واولادك يتشردوا وراجلك ما تتفهمش انت وياه وتشكي بيه على النفقه وامورك تبدا تجري حاشاك تبدا تلهث، هاي هبطت هاي طلعت هاي دخلت البيرو هذا. علاه ما تصبروش على رجلها هذا؟ بخلاف هذا مدام علاش ما تصبروش على رجلها؟ بخلاف هذا مهما صارت قال لك اليوم ما عنديش، انت ما تصبرش عليه، صبرت على هذا الكل، في التليفون ما عندكش حق تستعمله. مهما كانت المشاكل ما بين المراه والراجل في خصوص النفقه وتشكي بيه، راهو ابخي تو الصغار ما يحبوش يروبوهم في الحبس. راهو مستحيل والله كي يبدا بموسو والله ابوهم اذا كان يبدا شنو تتصور. انا فما دي زيكزامبل يجي نقول قلت قلها تقولها باش توصل با تحطه في الحبس، لا تقولها ما كي تكبر تنجم تقولها وسامحوا ويضغطوا عليها ويقول لها علاش انت الباركور هذاك الكل اللي عملته وانت بالعامين وبالثلاثه وانت تجري وتنهض ومحاكم وجري وليد في الاخر في الاخر شنو هي النفقه؟ هاو يعطيها لك النفقه فينال ما يعطيك النفقه. خلاف هذا زاده فما راجل مثلا يبدا قادر انه يعطي النفقه وما يعطيش، هذيك حاجه اخرى، اما فما بالحق رجال ما تخدمش وما عندهاش معناها تعرف المراه خذيت الراجل تعرف عايش بنت تعرفوا مدير وانا عامل يومي. خلاف هذا مدام راهو فما شكون مثلا تصير صارت في برشا عائلات خذيت راجل اليوم يخدم سافا موفر كل شيء من غدوه طاحت بيه، يعني شنو نعمل هون؟ صحيح. لا تهزوا عليه هو كي كان عنده محليه وسيجاره باش تكيف وترميه. يعني تقرا حساب كل شيء قبل ما تعرس، تقرا حساب كل شيء، لازم تعرف انه ينجم تيح بيه. هو ستان بليزير جي بوغ ان جور بعد الفالو جوتي هكا نورمال. هكا عادي معناها اذا كان هو مسكين في المستوى ما نتكلموش احنا على يضرب ويفي من الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ما نتكلمش على الجانب الاخر نتاع عنده ما يصرفش على صغار. الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، شوي صبر من نساء تعيش الدنيا لاباس. شو شوي صبر من نساء، شوي صبر من نساء تعيش الناس لاباس عليها عايش بنت. وتخمم في الصغيرات، تخمم في الصغيرات ونقول لهم عايشكم يفرحكم، خموا في اولادكم. يعطيك الصحة مدام. عايشك.